هذا العام حزين بالنسبة للأعوام السابقة، حيث كان يصل على أعداد إلى 500,000 تقريبا من المصلين. لا شك أنه الإجراءات الجديدة المتخذة هذا العام إجراءات صارمة ضيقت على الكثير من المصلين الذين يعشقون ويرغبون أن يأتوا إلى مصاطب المسجد الأقصى وإلى المسجد الأقصى والمسجد القبلي كي يصلوا ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقيموا ليلة القدر. نتوقع أن تكون ليلة القدر في مثل هذا اليوم يكون المسجد الأقصى يعج بالمصلين. قارنت الأعداد الموجودة حاليا بالنسبة للأعداد الموجودة كانت موجودة سابقا لا 1% بس 1%. من هذا المكان المبارك أناشد العالم العربي والإسلامي، يا أحبائنا يا إخواننا، أستصرخكم بالله أن تهبوا إلى المسجد الأقصى وأن تأتوا إليه وتنظروا وتصلوا فيه. القدس حزينة مش زي سابقا، يعني سابقا كنا نيجي الأسواق عامرة الناس مبسوطة، اليوم القدس حزينة والأقصى حزين والأسواق كمان حزينة، يعني ما فيش بهجة لرمضان هذه السنة. وثانيا إنه المواطنين اليوم إسرائيل مقيد على المواطنين دخولهم، إنه 55 سنة للرجال و50 سنة للنساء، فلهذا السبب طبعا اليوم فيش يعني زي سابقا، يعني الأقصى كان سابقا يوصل 400-500 ألف مصلي في الأقصى، اليوم يا دوب يعني يوصل مثلا 100 أو 80 ألف. سمع الله